اللهم صل على محمد وآل محمد. ازدادت هواجس الطاغية هارون الرشيد من الإمام الكاظم عليه السلام ومدى تأثيره على المجتمع، فراح يسعى لعزله والقضاء عليه، فأمر بسجنه والتضييق عليه. وبعد مرور حقبة من الزمن تسربت أخبار ما يعانيه الإمام إلى أصحابه، واستطاع أحد أصحاب الإمام وهو علي بن سويد أن يزوره وهو في زنزانته المظلمة. لم يتمكن علي بن سويد أن يرى الإمام من شدة الظلام في تلك الزنزانة. بعين الله قلبي يحدثني إنني لن أراك يا سيدي، ستراني قريبا. متى يا سيدي؟ يوم الجمعة. أين يا ابن رسول الله؟ على الجسر ببغداد. اخرج ايها الرافضي. امر هارون الرشيد بتصفية الامام عن طريق دس السم في طعامه. نفذ سندي ابن شاهك تلك الجريمة، فدخل على الكاظم عليه السلام وهو يتعبد في زنزانته وهو يحمل طبقا مليئا بالرطب. حينها ادرك الامام انها النهاية. قل يا موسى، إنه رطب لذيذ خصك به الخليفة من دون الناس، نحن في الشتاء وهذه فاكهة الصيف. يا ربي، أنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي. وفي صباح يوم الجمعة وقف علي بن سويد مع مجموعة من الناس فوق الجسر ينتظر الإمام، فشاهد من بعيد رجال الشرطة يحملون نعشه. هذا إمام الرافضة قد مات. تجمهر الناس حول النعش، وصادف أن مر طبيب وأجرى فحصا على الجسد المسجى، ثم قال: فلتطالب عشيرته بدم هذا الرجل، لقد مات مسموما. أليس لهذا الرجل أهل يطلب بثأره؟ بعد ذلك حصل اضطراب وضوضاء بين الناس، فحمل نعش الإمام بأمر من سليمان الديوانيقي، وأمر أن ينادى في شوارع بغداد: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليحضر.